نتكلم النهارده عن مشاكل المعده مع الدكتور اللي مشرفنا في الاستوديو، دكتور اشرف عبد الحميد، استشاري امراض البطنه والسكر. اهلا بك يا دكتور، شرفتنا. اهلا وسهلا. زي ما قلت في المقدمه يا دكتور، دايما المقوله اللي بنسمعها المعده هي بيت الداء. ليه المعده هي بيت الداء؟ احنا لو حبينا نشبه المعده تشبيه بسيط، المعده عامله زي باب البيت. اي حد فينا داخل من باب البيت، شخصيه ظريفه، شخصيه لطيفه، شخصيه عصبيه، شخصيه مؤذيه، دي بتاثر على البيت كله. فالمعدة هي اللي تستقبل الأكل والشرب اللي احنا بنحطه فيها. فلو أنا استعملتها وديت لها أكل والطعام بتاعي بصفة عامة كان طعام كويس مش متعب ما يجهدش الجسم، المعدة هتبقى كويسة. لو أنا بدأت ألخبط في الأكل وأديها أكل يلخبط الجهاز الهضمي ويلخبط المعدة، ده هيبدأ يعمل فيها مشاكل، ومن هنا بيبدأ الداء الأساسي أو المبدئي للجسم كله من خلال المعدة، الحاجات اللي مدخلها في جسمنا إيه يعني نوعيات الأكل يا دكتور اللي هي ممكن تؤدي لأضرار في المعدة؟ والله في الفترة اللي احنا فيها وفي الزمن اللي احنا فيه ده، جانك فود أو الفاست فود أو أكل الشارع بصفة عامة طبعا. وأكل الشارع ده بيبدأ من الراجل اللي فاتح بعربية تحت الكوبري لغاية الأوتيل الفايف ستار. ليه؟ عشان كل الشرايح دي بتستحمل في الاكل الدهون بصفه بدرجه كبيره، الحاجات السبايسي بدرجه كبيره، عشان اعمل اداري طعم الاكل الاساسي اللي انا بعمله او اخلي له نكهه معينه. الحاجات دي كلها في الاخر بتنعكس على جدار المعده، او المعده بتعمل فيها التهاب مزمن في جدار المعده. المشروبات اللي احنا بنشربها بانواعها، وبالذات المشروبات الغازيه. المشروبات الغازيه بتضر المعده بدرجه كبيره جدا جدا. فدول اكتر حاجتين موجودين الوقت بيضروا المعده. نمره 2 اللي يضر المعده قوي اللي هو الافراط في الطعام. بمعنى ايه الافراط؟ حتى الافراط لو اكل صحي ممكن يؤدي لاضرار. يؤدي الاضرار ازاي؟ ان انا بعمل اوفر ديستنشن او بعمل انتفاخ عنيف للمعده مره واحده. اما باكل كميات كبيره او بشرب كميات كبيره بعمل ستريتش او بعمل تمدد جامد لجدار المعده، وده يبدا يعمل لي مشاكل في المعده اللي هنتكلم عليها بعد كده. طب بما ان احنا دخلنا في مشاكل المعده، ايه اللي هي الاضرار او المشاكل اللي ممكن تصيب المعده؟ احنا الاول عاوزين نفرق بين حاجتين، ان انسان معدته تعبانه بس، وانسان عنده امراض تعباله معدته، ودي حاجتين مهمين جدا في التعامل بين الاثنين. لو احنا انسان المشكلة عنده هي مشكلة الأكل، لازم أنظم أكلي بطريقة صح. لازم أقصى حاجة بالنسبة للمعدة إن أنا أديها كمية أكل ما يقرب من نص المعدة أو تلت المعدة. بس تنظيم الأكل يا دكتور بيعتمد برضو على السن، يعني السن ده حد سن كبير في السن لازم تنظيم أكل يبقى بطريقة معينة؟ لا. حد في الثلاثينات أو الأربعينات؟ لا لا لا، هو تنظيم الأكل مبدأ أساسي، إن أنا بدي لمعدتي الكمية اللي هي ما تعمليش آثار جانبية بعد ما أكل او بعد ما اتعب، وما تعمليش تعب مزمن بعد كده على المدى البعيد في المعده والقولون عندي. فاول حاجه بنتكلم فيها هي كميه الاكل. كميه الاكل لازم تكون معقوله زي ما اتفقنا، حوالي نص المعده او تلت المعده، عشان ما اعملش ستريتش او ما اعملش تمدد مفاجئ للمعده، وده يعمل لي بعد كده اللي بنسميه عسر الهضم واللخبطه والتقلصات، وفي بعض الاحيان يعمل درجه من درجات الحموضه. لازم ابعد عن الماكولات اللي هي بتعمل استثاره لجدار المعده، زي الحاجات الاكل المصري اللي معروف طبعا، المسبكات، الشطه طبعا، المسبكات بانواعها، البهارات بانواعها، كميه الدهون العنيفه اللي انا بنحطها في اكلنا. كل اكلنا بندخل فيه دهون، هي الدهون بتعمل طعم، بيفتح شهيتنا شويه للاكل يعني. فلازم انظم الحاجات دي. بس بالنسبه للدهون، يعني ابعد عن الدهون تماما ولا ممكن نسبه بسيطه من الدهون ممكن نستخدمها في الاكل؟ ده يتوقف على انا عندي في الدم عندي نسبة دهون عالية في الدم أو لا، أو عندي أمراض بتتعارض مع الدهون أو لا. في أمراض بتتعارض مع الدهون على أكل الدهون، زي السكر، زي أمراض القلب، القصور في الشريان التاجي، زي أمراض تصلب الشرايين، زي أمراض الكبد، زي أمراض المرارة مثلا. الأمراض دي يا دكتور نبعد تماما عن استخدام الدهون، نهائي عن استخدام الدهون، عشان الأمراض دي أكل الدهون بكمية كبيرة في حالة الأمراض دي بتنعكس مباشرة على المرض ده، بتتعب الكبد بشكل عنيف، بتتعب المرارة بشكل كبير، بتعلي لي نسبة السكر، بيزيد ترسب الدهون في الشرايين، فده يبدأ يزود لي درجة تصلب الشرايين ويبدأ يعلي لي ضغط الدم. ففي حاجات ببعد عن الدهون نهائي، وفي حاجات لو انا ما عنديش الامراض دي والسن صغير بيبقى مسموح بقدر قليل من الدهون، عشان دي بتساعد في بناء الجسم.
حضرتك قلت بالنسبه للحاله المرضيه في المعده، يعني ايه هي الامراض اللي ممكن تصيب المعده، وخاصه في بدايه في بدايه كلام حضرتك قلت ان احنا نبعد تماما عن الاكل من الشارع، الاكل طبعا المكشوف او المعرض لاي تلوث. هل في فطريات او بكتيريا ممكن تصيب المعده عن طريق تناولنا باكل مش نظيف؟ ده سؤال كويس جدا. إيه؟ هو طبعا للاسف اغلب الاكل بالذات اكل اللي من بره البيت مشكلته ان هو في نسبة تلوث عالية. حتى لو في مطاعم يعني حتى لو كويسة جدا، زي ما قلت لحضرتك في البداية، حتى لو في مطاعم فايف ستار، الأكل بره البيت نسبة التلوث معرض ليها أكتر. في حاجة مهمة جدا جدا بتصيب المعدة وبدأ يبقى في وعي الأيام دي، زمان ما كانش في وعي ليها، بدأ يبقى في وعي، اللي هو البكتيريا الحلزونية. وده نوع من البكتيريا بيصيب جدار المعدة ويعيش في جدار المعدة، وللاسف المريض يروح للطبيب ويشتكي من ان انا عندي مشاكل في المعده، عندي درجه من درجات الحموضه او الحرقان اللي موجود، وبنغفل ان احنا نعمل تحليل جرثومه المعده. الاسم الدارج ليها هو جرثومه المعده. ده بيكون التحليل عن طريق الدم؟ في تحليل عن طريق الدم وتحليل عن طريق البراز. كنا الاول بنعمل منظار زمان، ما عدناش دلوقتي بنعمل الكلام ده، بنعمل تحليل البراز او تحليل الدم وبيشخص وليها علاج بنمشي عليه. بس احيانا دكتور ممكن يظهر تحليل البراز ما فيهوش اي حاجه، فيضطر ان هو يعني نفس الاعراض والالام اللي عنده، يضطر يفضل ان هو يعمل تحليل دم؟ لا، ما احنا بنعمل الاثنين حضرتك. الاثنين مع بعض. يعني احنا بنعمل تحليل بالنسبه لجرثومه المعده، بنعمل تحليل الدم وتحليل البراز في نفس الوقت. عشان لو ما ظهرش في الدم بيظهر في البراز. ده لو كانت موجوده. طيب نكمل كلامنا عن البكتيريا الحلزونيه وناخد اتصال بعد اذنك يا دكتور. فضلي. ايه؟ الو؟ الو، اهلا بيك يا ايه، اتفضلي. اهلا بحضرتك. سؤالك ألو. ايه يا ايه؟ ازاي حضرتك؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا، مع حضرتك، اتفضلي. انا عايزه اسال عن مشروبات، كان دايما بيقولوا لي لما بتظهر سفافيس في الوش تبقى يعني المعده مش نظيفه، في مشروبات بتنظف المعده؟ صوتك مش واضح، انا مش سامع صوت كويس. معلش تعلي كلامك، تعالي كلام صوتك يا ايه. الو؟ ايوه احسن كده، اتفضلي. ايوه، عايزه اسال حضرتك عن مشروبات بتنظف المعده. مشروبات بتنظف المعده؟ يعني دايما يقولوا في مشروبات بتخلي المعده تبقى نظيفه فما يظهرش على البشره فسافيس او حاجه، يعني بيطلع فسافيس يقولوا دي فطريات وبكتيريا في الوش. زي مشروبات اعشاب، فالكلام ده صح ولا غلط؟ طيب بشكرك يا ايه على اتصالك. خلينا نجاوب على ايه الاول. هو فعلا دايما حتى الشربه، يعني نسمع دايما خد شربه عشان تنظف معدتك، الحاجات دي صحيحه ولا لا؟ حتى لو حاجات طبيعيه زي ما قالت علميا مش مظبوط. طبعا مش حاجه اسمها مشروبات تنظف المعده. في حاجه اسمها انا عندي مشكله في المعده لازم اشخصها واعرف التشخيص بتاع المرض ده ايه. هل ده سببه لخبطه الاكل وسوء الهضم؟ هل ده سببه ميكروب؟ هل ده انعكاس لمرض انا مصاب بيه اساسا؟ هل ده نتيجة مثلا قرحة في المعدة؟ هل ده نتيجة ارتجاع في المريء؟ لازم أحدد أنا فين بالظبط، وكل حاجة من الحاجات دي ليها العلاج. إنما مفيش حاجة اسمها أنا هشرب حاجة فهتطهر لي المعدة وتضيع أي مشكلة عندي. لازم أعرف سبب المشكلة إيه. طب نرجع يا دكتور بالنسبة للبكتيريا الحلزونية. وفعلا هي منتشرة الأيام دي عند ناس كتير جدا، بتبقى أعراضها إيه وإيه هي طرق العلاج وهل ممكن تتعالج ولا لا؟ البكتيريا الحلزونيه في الاغلب بيبقى عباره عن تقلصات، العين يشتكي من تقلصات بتبقى موجوده في الاغلب في فم المعده، وبتبقى في درجه من درجات الحموضه ودرجه من درجات غممان النفس. الجرثومه دي ممكن انا اصاب بيها من سنين طويله، تعمل الاعراض دي وبعدين اروح عند اي دكتور اخد علاج عادي يهديها وبعدين ترجع تنشط تاني وهكذا. مضاعفاتها ايه؟ مضاعفاتها لو ما اتعالجتش مضاعفاتها ان هي ممكن تعمل التهاب مزمن في جدار المعده، وبعد كده ممكن تعمل لي قرحه في المعده. هل ممكن يعني برضه سمعت ان هي ممكن تؤدي للسرطان؟ ما احنا اي قرحه في المعده لو اهملت وما اتعالجتش ممكن بعد كده في مراحل متقدمه متأخر. انا مش عاوز اقلق الناس وكل واحد عنده قرحه او كل واحد عنده جرثومه يقول انا هنجيلي سرطان، لا الكلام ده مش كده. هي لو انا اهملت والقرحه ما اتعالجتش وجرثومه المعده ما اتعالجتش ممكن في بعض الاحيان تعمل كده. واخد بال حضرتك؟ فلازم ان انا اشخص صح وعالج صح. انا شخصت جرثومه المعده من الاعراض ومن التحاليل ابدا ادي لها العلاج. وعلاج جرثومه المعده عباره عن علاج اسمه العلاج الثلاثي. العلاج الثلاثي ده إيه؟ العلاج الثلاثي ده كنا الاول زمان ندي ثلاث علاجات مع بعض مختلفين. الوقت الثلاث علاجات دول بيتجمعوا في علاج واحد بقى حاجه اسهل للمريض ان هو ياخدها. وبيمشي عليها فتره من اسبوع لاسبوعين تبع ما الطبيب المعالج بيشوف.
وبعد كده بيخف منها وتبقى كويسه جدا جدا يعني، وتروح نهائي يعني. بتروح نهائي اه. بس ده لا يمنع ان انا بعد ما اخد العلاج ان انا لازم ما لخبطش في الاكل، ما لخبطش في الاكل واكل بره واكل في اماكن مش كويسه، ده وارد انها ترجع لي تاني. واحنا للاسف الايام دي بقينا نشوف جرثومه المعده من سن صغير، يعني من سن مثلا 6 سنين و7 سنين و8 سنين بقينا بنشوفها في عياداتنا دلوقتي. فدي مهمه جدا جدا عشان اتجنبها اساسا، ان انا اكل في البيت واحط تحت دي 500 خط، ان انا اكل بطريقه صح، ابعد عن الاكل اللي بيضر معدتي، واكتشف الحاجه في بدايتها. ما اقولش لا دي معده عصبيه، لا ده توتر عصبي، لا ده شويه حموضه بس انا شربت مش عارفه ايه او شربت كلت ايه، لا لازم اشخص صح وعالج صح من البداية. بالنسبة للحموضة يعني ناس كتير فعلا بتعاني وبيبقى عندها إحساس الحموضة، تبقى أسباب الحموضة إيه عموما؟ الحموضة ليها أسباب متعددة. لو خدنا أبسط الأسباب هو الأكل، الأكل الحاجات السبايسي، الحاجات المشطشطة بقى والحادقة والمخللات، أكل الدهون، الأكل البيتي بتاعنا ده اللي بنحط فيه سمنة كتير وسمنة بلدي والكلام من ده كله. التوتر العصبي طبعا الوقت بقى له الجانب الأعظم في، وسميها بالبسيط كده معدة عصبية، بقى بيقدر يأثر جامد على المعدة ويزود إفرازات حمض المعدة، والإفرازات نتيجة الإفرازات دي بنبدأ نحس بالحموضة. واللي بيحس بالحموضة أكتر اللي عنده حاجة اسمها ارتجاع في المريء. ارتجاع المريء ده بيحصل نتيجة ان الصمام اللي بين المعدة والمريء مش محكم الاغلاق نفسه، فيبدأ جزء من الحمل ده يطلع لفوق والمريض يقولك انا بحس ان في حرقان او حموضة واصلة لغاية زوري من فوق. حتى بعد الاكل بيبقى الاحساس فعلا ان هو الاكل كانه وصل لزوره. دي في حالات ارتجاع المريء، وحالات ارتجاع المريء منتشرة بشكل كبير. بس دي اكتر يا دكتور بتعتمد على ان المعده عصبيه ولا بيبقى ليها اسباب اخرى ممكن برضه زي ما حضرتك قلت لخبطه الاكل؟ لا هو اساسا لخبطه الاكل. لخبطه الاكل يعني زائد ان المعده بتكون عصبيه. نمره واحد لخبطه الاكل، نمره اثنين المعده العصبيه، نمره ثلاثه الادويه. احنا اساتذه الشعب بتاعنا اساتذه استعمال المسكنات، المسكنات ده من اكتر الحاجات اللي بتاثر على جدار المعده. وزي ما قلت لحضرتك في البدايه في بعض الامراض اللي بتاثر على المعده تاثير مباشر زي امراض المناعه. امراض المناعه مثلا زي الروماتويد كمثال، الروماتويد من امراض المناعه اللي ما بينشط بيأثر على المعده، المريض يبدا يحس بالحموضه، يبدا يحس بمغص في معدته، يبدا يحس بميل للقيء، يبدا يحس بغمام النفس. مريض السكر اللي سكره عالي ومش مظبوط يبقى عنده شكوى مزمنه دايما ان هو معدته مش مظبوطه، ان هي نسبه الحموضه عاليه. مريض المراره، المراره ما بيحصل فيها التهاب او يحصل فيها حصاوي، ده بينتج عنها ان افراز الحمض بيزيد وتقلصات المعده بتزيد. فكل الاسباب دي، وفي اسباب كتيره وقت البرنامج مش هيسمح بيها. لا احنا بنحاول ناخد الحاجات المهمه ونتكلم عنها. اسباب كتيره بتاثر بتاثير مباشر على المعده وجدار المعده، لازم اشخص ايه السبب وعالج الاساس بتاعه. بالنسبه لمرضى السكر يا دكتور، لان للاسف دلوقتي مرض السكر منتشر بنسبه كبيره وعاليه. أيوة. في مصر حتى في الاطفال. أيوة. ازاي يحافظ على معدته؟ يعني ان هو يعني ايه هي الطرق الاول الوقايه، وايه وازاي يحافظ على المعده بنفسها؟ بص حضرتك، مريض السكر نسبه السكر في الدم دي او مرض السكر هو من الامراض اللي بتاثر على الجسم، مش هنبالغ لو قلنا من شعر الراس لغايه ضفر الرجلين. حقيقي طبعا. فلازم اول حاجه اعملها ان انا لازم انظم السكر قبل اي علاج. يعني ما ينفعش المريض يجي لي يقول لي انا معدتي وجعاني واسيب السكر بتاعه مش مظبوط. لازم اول حاجه العنوان بتاعي ان انا لازم اظبط سكره كويس. مجرد ما السكر يتظبط كويس، اللخبطه اللي في الجهاز الهضمي نتيجه ارتفاع نسبه السكر في الدم هتبدا اللخبطه دي تهدى، عشان السكر بيعمل التهابات مزمنه في كل الجسم. اما السكر يتظبط والالتهابات تبدا تهدى، هيبدا التهاب المعده يبدا يهدى. مع علاج بسيط للمعده في الحاله اللي زي كده يبدا الامور يتظبط. ومع تنظيم الاكل لازم في حاله زي كده زي ما قلت لحضرتك، ببعد عن الحاجات الحمضيه، ابعد عن الحاجات السبايسي بانواعها، ابعد عن الحاجات اللي فيها نسبه دهون عاليه، ابعد عن المشروبات الكتير زي الشاي والقهوه والنسكافيه والمياه الغازيه بصفه عامه. لازم اشرب حاجات طبيعيه زي اليانسون، زي الحلبه، زي التليو، زي الشاي الاخضر. الحاجات دي كلها ملهاش اي اثار سيئه على جدار المعده. بالنسبه للاكلات يعني المشهوره في مصر ومعظم طبعا الشعب المصري بياكلها، الفول والطعميه، النشويات، الرز، المكرونه، يعني هل الكثره من نوعيه الاكلات دي بيبقى ليها اضرار؟ هو لازم يكون في وسطيه في كل حاجه. يعني ما ينفعش ان انا اقول كل يوم احنا كل يوم بنصحى الصبح لازم ناكل الفول والطعميه، ما ينفعش الكلام ده ان هو يوميا يوميا يوميا. في مشكله كمان بالنسبه للطعميه، الطعميه للاسف لو حضرتك بتشتريها من بره من اي مطعم بره
للاسف ان عندنا الناس اللي المطاعم والكلام ده ما بيغيروش الزيت اللي بيقلوا فيه، ودي مصيبه كبيره، كارثه طبعا. ان تركيب الزيت نفسه بيتغير، بيتحول لزيت ضار جدا للمعده والجهاز الهضمي. حتى في ناس يقول لك ده بقى عامل زي زيت العربيات من كتر ما المنظر بتاعه وصلنا لدرجه ايه. فده لازم انا افضل هاكل طعميه، هاكل اي مقليات اقليها في البيت. ولازم الزيت يتغير بعد كل قليه، يعني ما ينفعش استعمل الزيت كذا مره، ده غلط. يعني الزيت اقلي بيه مره واحده وخلاص. فالمقليات بره البيت انا ما افضلهاش خالص. الزيت طبعا اللي بيتغير تكوينه بالشكل ده بينزل على جدار المعده بيكويها ويبدا يعمل لي اعراض جانبيه. فانا هاكل الاكل بطريقه وسطيه، مش همسك في حاجه واحده واكلها ليل ونهار، لا، لازم انوع في اكلي، اكلي يبقى متنوع، كميته مش كبيره عشان ما اعملش انتفاخ مباشر او عنيف يعني بدرجه كبيره للمعده. لازم اغير في اكلي الخضار، الفاكهه، البروتينات، بالتحديد السوائل الدافئه. بالتحديد يا دكتور ريت تقول لنا ايه هو الاكل او نوعيه الاكل اللي ممكن ناكله بحرص، وايه هو نوعيه الاكل اللي ممكن مش هيسبب لنا اي اضرار لو اكلناه كل يوم؟ الاكل بحرص، هنتكلم على الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الاول. اكل بحرص اللي هي المقليات، الحاجات اللي فيها نسبه دهون عاليه، الحاجات السبايسي، يعني ما تبقاش ده الاكل الطبيعي بتاعي. احنا للاسف وصلنا لدرجه دلوقتي ان الحاجات دي هي الطبيعيه عندنا وعند اولادنا، فدي بتاثر تاثير مباشر على المعده. يعني لو مرتين في الاسبوع ما بتبقاش ليها اضرار؟ مره في الاسبوع كويسة. مره في الاسبوع يعني، واخد بال حضرتك، ما نزودش عن كده، ما بقاش كميتها كبيره في الوجبه الواحده. بالنسبه للاكل اللي المفروض ان احنا كلنا ناكله، الحاجات الطبيعيه اللي ربنا خالقها، خضروات، الفاكهه، الحاجات اللي مش مصنعه، خضروات، الفاكهه، البروتينات، السوائل الدافيه بصفه عامه كويسه جدا جدا لينا في نظام اكلنا. كنت برضو حضرتك ذكرت ان هي من ضمن الحاجات اللي ممكن تصيب المعده البكتيريا، من ضمنها البكتيريا الحلزونيه. والفطريات، ايه انواع الفطريات اللي ممكن تصيب المعده؟ لا، الفطريات دي هي ممكن تصيب الجهاز الهضمي، مش المعده بس، الجهاز الهضمي كله. وبتحصل في حالات اما مناعه الجسم نفسها تبدا تقل. احنا عندنا فطريات جوه جسمنا متعايشه معانا وليها وظيفه جوانا، اما مناعه جسمنا تبدا تقل، ومناعه جسمنا دلوقتي ضعيفه لسبب واحد، ان انا كل الاكل اللي باكله ما بيفيدنيش. يعني يا دكتور، لما المناعه بتقل في جسم الانسان، الفطريات بتهاجم الجسم. تبدا تهاجم الجسم وتبدا تعمل التهابات فطريه جوه الجهاز الهضمي، ودي بتبقى اثارها الجانبيه مش لطيفه، والعيان بيحس باعراض شديده شويه. بتبقى ايه هي اعراضها واثارها الجانبيه؟ يعني يحصل تقلصات في المعده، يحصل اسهال، يحصل ان مع الالتهابات الفطريه دي يحصل التهابات بكتيريه، ودرجه الحراره تبدا تطلع وتبدا تعلى. وفي الحاله اللي زي كده بنبقى محتاجين علاج معين بنديه للعيان، في ساعات بيبقى في صوره اقراص، ساعات بيبقى في صوره حقن، ده بيبقى مضادات للفطريات عشان نعالج حاله زي كده. بس علاجها بيكون سهل؟ يعني بيجيب نتيجه بعد فتره معينه بس بيتم الشفاء تماما؟ بيتم الشفاء، ما فيهاش اي مشكله خالص نهائي. وفي شرط اساسي في كل الحالات دي، ان انا اكون في المرحله دي منظم اكلي كويس. اهم حاجه في كل حاجه اللي هي تنظيم الاكل، تنظيم الاكل. عشان انا معدتي ما بتكون تعبانه، لو حبينا نشبهها تشبيه بسيط قوي، عامله زي الجرح المفتوح. انا الجرح المفتوح ده ما ينفعش احط فيه بيرفيوم او الكحول او حاجه زي كده، هيحرقني على الاخر. فانما لو انا بستعمل غيارات بطريقه معينه، لو انا بستعمل اكل بطريقه معينه، لو انا ما بستعملش حاجات سبايسي، الجرح ده هيبدا يلتئم ويقفل والمعده تخف. ناس كتيره بتشتكي من القولون، وفي دايما بنسمع القولون العصبي والقولون مش عصبي، ايه الفرق بينهم وايه هي المشاكل او ايه هي الاسباب اللي تؤدي لالتهاب في القولون او اضطرابات في القولون؟ انا في علاجي دايما ما بحبش اعلق على كلمه عصبي سواء للمعده او للقولون، لازم الاول استنفذ الاسباب العضويه، عشان انا عندي اسباب عضويه كتير تعمل لي تعب في المعده والقولون. ما لقيتش الاسباب العضويه دي خالص ولقيت المريض عصبي، اقول له ده قولونك عصبي. انما ما ينفعش من البدايه ان حد يجي لي بيشتكي من المعده او القولون واقول له لا انت ده قولون عصبي، ما ينفعش. لازم اعمل فحوصاتي كامله، تحاليل زي تحليل جرثومه المعده اللي احنا اتكلمنا عليه، وظائف الكبد، لازم اعمل موجات صوتيه على البطن واطمن على المراره اخبارها ايه، اطمن على القولون اخباره ايه، لازم اطمن على الحاجات العضويه كلها، وما تطلع الحاجات دي كويسه اقول له انت عندك معده وقولون عصبي. لازم حاجه تانية، ان انا اشوف الستايل اوف لايف او طريقه عيشه الحاله ايه، طريقه عيشه المريض ايه، بياكل ازاي، نظام يومه ازاي. احنا عندنا برضو عادات غلط شويه بالنسبه لينا، ان احنا ممكن نقعد فترة طويلة من غير أكل، واجي أكل مرة واحدة أكبس معدتي على الآخر، ده بيعمل عسر هضم عنيف، بينفخ القولون بدرجة كبيرة،
والهضم في الحاله دي بيبقى ضعيف جدا ويبدا يحصل تغيرات، يحصل اسهال او يحصل امساك نتيجه لخبطه القولون دي. فلازم اشوف الستايل اوف لايف بتاع العيان بتاعي، طريقه اكله ازاي، يومه ازاي، وبناء عليها بقرر اتعامل مع الحاله دي ازاي بنظام الاكل وبالعلاج. هل يعني الاعراض اللي ممكن نشوفها في اضطرابات القولون ممكن تؤدي لمضاعفات في الجهاز الهضمي ولا لا؟ اعراض زي ايه؟ الانتفاخ، لو ما حدش اهتم ان هو يعالج المشكله من الاول، او كان التشخيص غلط، لان دايما بيحصل زي ما حضرتك قلت ان مهم ان احنا نعرف السبب وبالتالي هنقدر نعالج الاعراض. بصي حضرتك، انا جات لي الحاله دلوقتي بشتكي من لخبطه في المعده والقولون. اول حاجه بطلب منه الفحوصات اللي انا طلبتها، ولازم تكون فحوصات دقيقه، لازم تكون معموله في مكان كويس بحيث ان هي تديني النتيجه دي. بناء على الفحوصات دي لو في حاجه مصاحبه، واحنا عندنا هنا في مصر حاجات كتيره قوي، امراض كتيره قوي زي اللي احنا ذكرناها، السكر، المراره، الكبد، بقت مصاحبه لينا ودي بتاثر تاثير مباشر على المعده والقولون. لازم اطمن الاول على الحاجات دي، ولازم اما يظهر منها حاجه لازم اعالجها واظبطها. الحاجه الثانيه نظام يومي للمريض. مفيش حاجه اسمها انا باكل كده او بعيش كده، الكلام ده ما ينفعش. لازم امشي بنظام الدكتور الطبيب المعالج المفروض يحطه، بحيث ان انا بساعد المعده والقولون ان هم يهضموا بطريقه صح، ان هم ما بيبقوش فاضيين تماما ل 24 ساعه، عشان ده بيعمل غازات كتيره في القولون ويبدا ينفخ القولون. لازم احرك القولون بطريقه على مدار اليوم. يعني ممكن كله. ناكل كل قد ايه يعني؟ كل يعني كام ساعه المفروض يعني ناكل. انا في حاله زي كده انا بقول للمريض بتاعي تاكل 5 مرات في اليوم. الخمس مرات كل مره ما بزودش زي ما قلنا في اول الحلقه عن تلت او نص البطن. نوعيه الاكل ايه انا بحددها له، يعني نوعيه الاكل بنبعد عن الحاجات السبايسي زي ما اتفقنا في الاول، بنبعد عن الحاجات السمينه، في بعض اكلات معينه او خضروات معينه لو القولون تعبان بدرجه كبيره بتجنبها في المرحله دي، زي الطماطم، الخيار، الفلفل، بنلجا اكتر للورقيات زي الخس، الكابوتشي، البقدونس، على اساس ان هي بتحرك القولون بطريقه احسن فالهضم بيكون احسن. السوائل الدافيه مهمه جدا في المرحله دي. اهم حاجه ان انا ممليش معدتي وبطني بدرجه كبيره، ولا اسيبها فاضيه خالص ولا املاها خالص. في الحالات دي الهضم هيبدا يتظبط مع علاج خفيف ومعالجه السبب، الامور بتتظبط وتبقى كويسه جدا. الاعراض هتنتهي يعني. بس الانتفاخات يا دكتور دايما فعلا الناس بتشتكي منها وبنسبه كبيره جدا. حضرتك قلت من ضمن اسبابها ان انت بتسيب المعده فاضيه وبعد كده تاكل مره واحده، دي بتؤدي الانتفاخات. هل في اسباب اخرى ممكن تؤدي الانتفاخات؟ في اي حاجه تلخبط القولون ممكن تؤدي الانتفاخات غير الاكل. اي حاجه تانية تلخبط القولون، العصبيه ممكن تعمل انتفاخ في القولون. في ناس مثلا يقول لك انا مجرد ما اتعصبت واتنرفزت ما بقتش عارف اخد نفسي. وانتفاخ القولون ده بقى دلوقتي بيعمل ظهور عند الناس. ليه؟ المريض مره واحده يلاقي نفسه مش عارف ياخد نفسه كويس، مش قادر يجي ينام، مش عارف ينام. ليه؟ عشان لما بيحصل انتفاخ في القولون بيضغط على الحجاب الحاجز، لما يضغط على الحجاب الحاجز يرفعه يضغط على الرئه والقلب، فممكن يحصل لخبطه في ضربات القلب ويبقى في كرشه نفس جامده تبع درجه الانتفاخ قد ايه. فالمريض يبدا يقلق، يبدا يشك، انا عندي حاجه في القلب، عندي حاجه في القلب. وبنشوف الحالات دي في العيادات يوميا، ويطلع المصدر في الاخر هو القولون، ويطلع مصدر القولون في الاخر هو لخبطه الاكل. فالانتفاخ ده عرض نتيجه لخبطه القولون، لازم نبحث في اسباب لخبطه القولون ايه عشان اعالج الانتفاخ ده، وعلاجه بيبقى سهل مش صعب يعني. يعني نقدر نقول يا دكتور ان هو اهم حاجه سواء بالنسبه للمعده او الجهاز الهضمي ان احنا نحافظ على نوعيه الاكل وننظم اكلنا، سواء حتى الطفل الصغير المفروض نحافظ على نوعيه الاكل وان احنا ننظم له اوقات الوجبات. شوفي حضرتك بدات البرنامج وقلتي المعده بيت الداء. لو انا نظمت اكلي كل الامراض اللي عندي هيكون النتيجه بتاعتها احسن. مش الجهاز الهضمي بس، مش المعده والقولون، كل الامراض اللي عندي هيكون نتيجتها أحسن. ليه؟ عشان انا بوابه البيت اساسا دخلت فيها الحاجه الصح اللي تريح جسمي. فاول حد هيتاثر من الموضوع ده هو المعده والقولون. نظمت اكلي، نظمت نوعيه اكلي، حددت المواعيد بطريقه مظبوطه، كل ده هيبقى كويس. طبعا في حاجه مهمه جدا كمان للجهاز الهضمي، الرياضه. الرياضه مهمه جدا جدا للقولون وللمعده، بتحسن الانتفاخ، بتحسن الرياضه عموما ولا في نوعيه معينه من الرياضه؟ لو امسكنا ابسط حاجه اللي هو المشي، اتس فيري جود، هايل، مفيش فيه، بيحسن حاله القولون بدرجه كبيره. والناس العصبيين اللي عندهم قولون عصبي اللي كنا بنتكلم عنه، الرياضه بتطلع الطاقه السلبيه اللي جوانا دي فبتقلل الاستريس اللي عندنا. اما الضغط العصبي اللي جوايا يطلع مني، تقلصات القولون دي بتبدا تقل،
فاعراض القولون تبدا تقل معي. دكتور اشرف، يعني عايزين سريعا كده نصائح للساده المشاهدين للحفاظ على المعده والجهاز الهضمي. اول حاجه نرجع لاكل البيت. بناكد ان احنا نرجع لاكل البيت. طبعا الامهات دلوقتي بقت بتستسهل، ولادها جعانين او اي حاجه، ديليفري، اكل الشارع، ما عادش فيه مشكله خالص نهائي. نحط تحت اكل البيت ده 500 خط. لو احنا رجعنا لاكل البيت ثلاث اربع عيادات الدكاتره هتقفل، فلازم نرجع لاكل البيت، نرجع لاكلنا مع بعض في البيت. لازم كل اكلنا يبقى من خلال البيت، ولازم في اكل البيت نفسه انظم نفسي. الاكل التقيل للاسف يا دكتور. انا بقى اسف لقطع كلامك، لكن احنا خلاص وقتنا خلص. بشكرك لوجودك معانا ونورتنا. العفو.